عشر المراكز الأولى، وهذه الانطلاقة، وهذا نحن وصلنا إلى المقدمة، وهذا طماع 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 يقود المشاركين. ومبارك مبارك مبارك الوطي او الوطيبي العجمي هو اللي في المركز الاول، طماع يقود المشاركين، بينما ياتي في المركز الثاني، والمركز الثاني مشاهدينا الاعزاء من الجانب الاخر اللي يتواصل، وهذا هو شاب، هذا الشاب محمد بن سيف بن سعيد المشغوني هو اللي في المركز الثاني. نقلتنا على ثالث المراكز، وياتي بحر في المركز الثالث، عبيد بن ابراهيم بن مبارك هو اللي ياتي في المركز الثالث. والمركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات عاند، عاند مشاهدينا الاعزاء، او عناد تعود ملكيته للسيد زيد بن احمد الشريف هو اللي في المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات سراح مشاهدينا الاعزاء وحسين بن احمد الرشيدي هو اللي في المركز الخامس، بينما المركز السادس، المركز السادس سد مرب هو اللي ينطلق، وحسين بن خالد بن حسين السوداني هو اللي في المركز السادس، بينما المركز السابع يتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام في سابع المراكز، ياتي بشار لسالم بن سيف بالخصواني المنصوري، والمركز الثامن في هذه اللحظات، المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام يتقدم هناك اللي هو الطامي 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 عمر احمد البادم، هو عمر احمد ادم هو اللي في المركز الثامن والمركز التاسع في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. وهذه الانطلاقات والتواصل الجميل، بروح هناك مع تاسع المراكز والمركز التاسع من الجانب الاخر. 30 هناك التواصل مشاهدينا الاعزاء، هذا هو مشاهدينا الاعزاء لحامد لحامد بالعكوي العامري ينطلق فيها، وحمادي بالعكوي العامري ينطلق على عاشر المراكز. هذه النتيجة للعشر المراكز من الجعدان السودانيات في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل. العودة بعد العشر المراكز إلى المقدمة، إلى الانطلاق، إلى هذا الاندفاع، وهذا هو اللي يقود المشاركين وينطلق بالمقدمة. طماع طماع مشاهدينا الأعزاء يطمع في نيل الفوز من البداية، وتعود ملكية مبارك مبارك بالوطيب المري العجمي، مبارك بالوطيب العجمي مشاهدينا متابعينا الكرام. الضيف من الكويت، من شقانا، من الكويت، من ميدان الشهيد ياتي في هذا الانطلاق وفي هذا. اشكرك اشكرك يا بن وطيب في هذا الاندفاع والانطلاق. نغله على المركز الثاني، وياتي عناد، عناد في ثاني المراكز، زيد بن احمد الشريف هو اللي ينطلق في هذه اللحظات في هذا الاندفاع الجميل والانطلاق الرائع. نقلتنا الى ثالث المراكز، وهذا هو سراح ياتي في المركز الثالث، حسين بن احمد او حسن بن احمد الرشيدي، حسن بن احمد الرشيدي يندفع في هذه اللحظات هناك المركز الثالث. من الجانب الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام ينتقل عبار عبار في هذه اللحظات واندفاعته جميلة، وعبد الله بن محمد الشهري يا سلام يا سلام انطلق إلى المقدمة إلى المركز الثاني في طريقه إلى الناموس في هذا الشوط. نقلتنا إلى المركز الثالث، هناك الوصل، وصل عناد 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 وزيد بن أحمد
أحمد الشريف ولي انطلق في هذه اللحظات، ويتواجد كذلك هناك سراح وحسين بن أحمد أو حسن بن أحمد الرشيدي، حسن بن أحمد الرشيدي. يا سلام يا سلام، الدخول في هذه اللحظات المتهم مشاهدينا الأعزاء ومحمد بن عبد الله المزروعي في هذا الانطلاق والوصول هناك للظبي. الظبي وصل في هذه اللحظة. محمد بن راشد بن عبيد المنصوري ينطلق بقوة في هذه السيارة الزعفران الناموس في شوط السودانيات في هذا التجمع الكبير، ولكن السيطرة مشاهدينا الأعزاء، السيطرة تحت أقدام طماع مشاهدينا متابعينا الكرام اللي يقود المشاركين. ومبارك الوطيب، مبارك الوطيب العجمي، روح يا الوطيب الله معاك، مسيطر من البداية، مسيطر. مبارك بالوطيب العجمي من الكويت منطلق مع هذا الاندفاع. السيارة ما تبقى يا الوطيب إلا القليل. يا سلام، المركز الثاني هناك المتهم ينطلق إلى المقدمة، محمد بن عبد الله المزروعي ليحمل هناك الناموس. والسيارة الأهالي الغربية رقم 4 ما دعنا هذا ذوق وهادي بن راشد المري هو اللي قير. يا مجمل الذوق، ذوق هو اللي اندفع إلى المقدمة. ما ذعناه في العشر المراكز، فاجانا في الأمتار الأخيرة، ولكن انتزع السيارة، انتزع الناموس. يا سلام، أشكرك مشاهدينا الأعزاء. يا هادي يا بن راشد يا المري، أسعد الله صباحك الناموس والسيارة. تهانينا لهادي بن راشد المري على الفوز. ذوق بالمركز الأول وذوق السيارة المركز الثاني اللي وصل فيه مشاهدينا الأعزاء. المبارك بالوطيب العجمي هو اللي في المركز الثاني. والمركز الثالث المتهم في المركز الثالث محمد بن عبد الله المزروعي، والمركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هو لعبد الله بن محمد الشهري. المركز الخامس بشار لسالم بن سيف الخصواني. هذه الخمس المراكز، بقية المراكز عند اللجنة التوقيت الزمني لذوق الذي نال وذاق طعم ناموس والسيارة في هذا الشوط. تهانينا لمالكة هادي بن راشد المري على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز الكبير في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. قطع المسافة في 9 دقائق و33 ثانية، 9 دقائق 33 ثانية، رقم ممتاز في التوقيت الزمني في هذا الشوط. تهنينا للمالك هادي بن راشد المري. مشاهدينا الأعزاء، قبل الختام الميكروفون يعود إلى زميلي سالم الحبسي ليعيد لكم أسماء الفائزين في هذا الصباح. شكرا للزميل سعيد بن راشد العويسي على التفاعل مع ختام أشواط هذا الصباح الجميل مع السودانيات. شاهدنا ذوق من ختم أشواط هذا الصباح، هي السيد هادي بن راشد.